الرجال مهددون بالانقراض تماما. دراسة يابانية مثيرة تعتقد أن الرجال قد يختفون في المستقبل. حذرت دراسة بجامعة هوكايدو من اختفاء الكروموسوم الذكري في المستقبل ما يهدد بانقراض الرجال، وذلك بعدما اكتشفوا اختفاء الكروموسوم إيغريك من الفئران الشوكية اليابانية، ووجدوا أنها لم تعد تعتمد على كروموسوم الذكر القديم لتشفير الخصائص الجنسية الذكرية، بل طورت آخرا جديدا ليحل محلها. أوضح علماء بجامعة هوكايدو اليابانية في ورقة بحثية منشورة بمجلة The National Academy of Science أن تلك الفئران لم تعد تعتمد على كروموسوم الذكر القديم لتشفير الخصائص الجنسية الذكرية، بل طورت آخرا جديدا ليحل محلها. وفي الواقع تظهر الدراسات الحديثة أنه غالبا ما يفقد الرجال الخلايا مع تقدمهم في العمر، لكن فقدان إيغريك من مجموعة سكانية بأكملها يؤدي إلى الانقراض، لأنه لن يكون هناك المزيد من الذكور. هناك العديد من أنظمة تحديد الجنس المختلفة في المملكة الحيوانية، ولكن في جميع الثدييات تقريبا يعتمد الجنس على الكروموسومات إكس وإيغريك. فإذا ورث الجنين اثنين من الكروموسومات إيغريك أو عفوا إكس فإنه يتطور إلى أنثى، وإذا ورث إكس وإيغريك يصبح ذكرا، وهذا الشيء الذي لم يحدث في هذه التجربة اليابانية حيث اختفى الكروموسوم إيغريك. انقراض الرجال قريبا خبر انتشر كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا بعدما ظهرت هذه الفرضية بعد أن فحص العلماء نوعا من الفئران الشوكية اليابانية. ونأتي إلى التعليق التي تفاعلت مع خبر انقراض الرجال. في تعليق أول: أحس نفسي ديناصور من قرأت الرجال مهددون بالانقراض، المضحك مبكي. في تعليق ثاني لمحمود يقول: بالصدفة كنت أقرأ عن الموضوع والعلماء يختلفون في آرائهم واستنتاجاتهم، وهي مع ذلك فرضية تحتاج إلى الكثير من البحث، وأعتقد أن التقرير فيه تناقض في المعلومات بين ينقرض ويتطور. في تعليق لمحمد يقول: إذا الرجال مهددون بالانقراض فهذا يعني أن النساء أيضا مهددون بالانقراض، والحياة مهددة بالانقراض أيضا، وهذا شيء غير منطقي. وآية تقول: يعني كوكب الأرض سيصبح كوكب زمردة.